السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم عن ذكرى الاستقلال في الأردن، أو خطاب لجلالة الملك عبد الله الثاني في ذكرى الاستقلال. الفكرة العامة للنص: ذكرى الاستقلال بمناسبة العيد 60 لاستقلال الأردن. أما الأفكار الرئيسة للفقرات، يعني كل فقرة لها فكرة. الفقرة الأولى: الحديث عن يوم الاستقلال بأنه يوم مبارك وعزيز. الفقرة الثانية: الحديث عن الآباء والأجداد الذين ساهموا في بناء هذا الوطن. الفقرة الثالثة: التوجه بالتحية لأبناء الوطن. ثم الاستقلال هو حالة مستمرة من العطاء والبناء. الفقرة الخامسة: بناء المستقبل مسؤولية الجميع. والسادسة: انتساب الوطن للثروة العربية الكبرى. آخر فقرتين: الحديث عن شعر الأردن، أولا ما المقصود فيه. آخر الفقرة الأخيرة: الحديث عن دعم الأردن للقضية الفلسطينية. إذن الدرس يتحدث عن استقلال الأردن وما هي التحديات والصعوبات التي واجهت الأردن واستطاع الأردنيين مواجهتها حتى استطاعوا بناء وطن قومي وعظيم. مرت معنا بعض المفردات الصعبة في النص، منها الرعيل هو البنات الأوائل، الرواد هم الأوائل، الجد المؤسس هو الملك عبد الله الأول ابن الحسين، التحديات هي الصعاب والمشكلات، الذات هي النفس، القومي العربي، الدوحة هي الشجرة العظيمة، المنيع الحصين، موئل معناها مرجع أو ملجأ، الركيزة الأساسية الحجر الأساسي، باحة ساحة. في صورة فنية مرت معنا وهي انتساب قيادته إلى الدوحة النبوية الشريفة، شبه آل البيت بالشجرة العظيمة. أما مناسبة الخطاب هو العيد 60 لاستقلال الأردن. صاحب هذا الخطاب الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. نحل مع بعض المعجم والدلالة. عد إلى أحد المعاجم واستخرج منه معاني الكلمات الآتية: الدوحة معناها الشجرة العظيمة، يتصدى معناها يواجه، الإسناد هو الدعم. ثلاثة: ضع مكان كل كلمة تحتها خط كلمة أخرى تؤدي المعنى نفسه. الاستقلال ليس مجرد معناها فقط. لتعزيز الاستقلال لتقويته ودعمه. الذي يليق بأهل العزم، يليق معناها يناسب، أهل العزم هم أهل الإرادة. ما الجذر اللغوي لكل من الكلمات الآتية؟ الجذر اللغوي يعني بدي أشيل كل حروف الزيادة من الكلمة. الاستقلال منشيل ال للتعريف، منشيل الألف، منشيل السين، ومنشيل التاء بتصير قا لا لا. موارد منشيل الميم والألف.